مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب وحلقه اليوم هي بعنوان حتميه التجسد والميلاد العذراوي شخص يسوع المسيح هو شخص فريد فريد في حياته فريد في دخوله للعالم فريد في خروجه من العالم هو شخص فريد في كل شيء انه الكلمه الازلي الذي صار انسانا وحل بيننا ولكي يصير إنسانا كان لابد أن يتجسد ويولد من العذراء لكن لماذا ولد المسيح بهذه الطريقة العجيبة؟ وما هي أهمية الميلاد العذراوي؟ ولماذا التجسد؟ وما هي حتمية التجسد؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير من الأسئلة المرتبطة بتجسد المسيح والميلاد العذراوي هي موضوع حلقة اليوم مرة تانية بذكر حضراتكم بأن هذا البرنامج هو بث مباشر ولأجل هذا يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام الموجودة على الشاشة ونحن نرحب بكل أسئلتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم حتمية التجسد والميلاد العذراء المرة اللي فاتت تكلمنا عن النبوات اللي تكلمت عن يسوع المسيح وعن دخوله إلى العالم وعن التجسد وبدأنا من سفر التكوين واتكلمنا عن هل انه نسل المراه يسحق راس الحيه ووصلنا الى حتى مش بس انه يولد من عذراء لكنه يولد في بيت لحم اليهوديه وشفنا قد ايه ان كل هذه النبوات اللي اتقالت ب مئات السنين قبل مجيء الرب يسوع كلها تحققت وتحقيقها كان تحقيق حرفي في شخص يسوع المسيح وكمان اتكلمنا عن سلسله النسب السلسلتين الموجودتين في إنجيل متى وإنجيل لوقا وأنا حابب أرجع للجزء ده مرة تاني علشان أؤكد بعض الأمور الهامة بالنسبة لنسب يسوع بحسب الجسد هناك زي ما عارفين لو درسنا السلسلتين للنسب الموجودين في متى ولؤا بنجد بعض الاختلافات طبعا البعض على طول أول ما بيشوف أي اختلاف يقول لك أهو آدي الكتاب المقدس فيه تناقضات وفيه اختلافات، وأنا حابب أجاوب على هذا السؤال قبل ما أتكلم عن حتمية التجسد وكمان عن أهمية الميلاد العذراوي لشخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. الإختلاف بين متى ولوقا بخصوص نسب المسيح. كويس؟ في متى بنجد إيه؟ في متى بنجد إنه نسب المسيح ها؟ بيبدأ من إبراهيم حتى يصل إلى يسوع المسيح له كل المجد هو بيبدأ من أبو الإيمان من إبراهيم وده لأنه متى بيكتب لليهود فهو يريد أن يؤكد لليهود أن المسيح أتى من إبراهيم الحاجة الثانية أنه متى بيتبع النسل من خلال ثلاث أشخاص من خلال يكونيا ومن خلال شلتائيل ومن خلال زاروبابل كويس دي نقطة أيضا فيها اختلاف بين لوقا الحاجة الثالثة اللي بنجدها إنه متى بيتبع نسب يسوع المسيح من خلال سليمان ابن داود سليمان اللي جلس على العرش بعد داود ابن داود فهو بيكلمني على إنه داود ومن داود جاء سليمان ومن سليمان جاء كذا إلى أن يصل بي إلى ميلاد شخص يسوع المسيح بيتكون النسب في متى زي ما قلت من 14 14 14 ثلاث مجموعات كل مجموعة هي 14 وقلنا ليه 14 لأنه الأرقام في العبري ما فيهوش أرقام زي عندنا في العربي واحد واثنين وثلاثة لكن الحروف هي نفسها الأرقام فالحروف الأبجدية العبرية هي أرقام فعندنا الألف والبيت والجامل واحد اثنين ثلاثة فلما نيجي الاسم داود اللي بيتكون من ثلاث أحرف بنجد انه مجموع اسم داود بيتكون من 14 آه رقم 14 وعشان كده انه بيقول لي انه مركزيه آه ميلاد الرب يسوع هو شخص داود لانه يسوع المسيح هو الوريث الشرعي ابن داود بحسب الجسد الملك المنتظر الذي آه تكلمت عنه النبوات في العهد القديم الاختلاف بين متى ولقى بخصوص نسب المسيح بنجده أيضا في لوقا لوقا بيقول لي أن يسوع جاء مش من إبراهيم بس لكن بيوصل إلى إلى آدم ولأنه طبعا لوقا بيتكلم وبيقدم المسيح ابن الإنسان المسيح الإنسان الكامل فهو بيرجع بالنسب بتاعه إلى شخص آدم لوقا أيضا بيتبع النسب من خلال نيري ومن خلال شلتائيل ومن خلال زروبابل ثلاثة دول لوقا بيتبع نسب يسوع من خلال ناثان احنا شفنا انه في متى من خلال سليمان اما في لوقا فمن خلال ناثان ابن داود طيب لما نيجي بقى لل للاختلافات ليه هذه الاختلافات وهل هذه الاختلافات هي اخطاء ارتكبها متى او ارتكابها لوقا ولا هذه الاختلافات هي اختلافات لتوضيح حقيقة لاهوتية لكنها كلها بتنصب في حقيقة واحدة بس هو فعلا أن المسيح ابن داود بحسب الجسد تفسير هذه الاختلافات أول حاجة سبب هذا الاختلاف أنه متى بيسجل نسب المسيح من خلال يوسف يوسف رجل مريم كويس أنه كمان متى بينسب المسيح يسوع إلى يوسف ابن يعقوب وده بيعتبر النسب الرسمي المعروف لدى اليهود فمن خلال الأب لكن الرب يسوع ليس له أب جسد لأنه ولد بطريقة معجزية دخل إلى العالم من خلال الميلاد العذراوي لكنه اعتبر ابن يوسف لأن يوسف اعتبروا ابن لي فأصبح هو بحسب النسب الرسمي آه المعروف عند اليهود هو آه ليوسف ارجع ايضا البشير متى نسب السيد المسيح الى يوسف بن يعقوب وده اتكلمنا عنه متى اسرد النسب المدون رسميا حيث ان المسيح كان آه يعتقد انه ابن يوسف كل الناس كانت عارفه آه بالاخص اللي مش عارفين قصه الميلاد اللي لانه الميلاد العزراوي ففي عامة الناس كانوا عارفين أنه ده ينسب إلى يوسف ينسب إلى شخص يوسف أما بقى لؤى فلؤة سجل لنا مش نسب يوسف لكن لؤى سجل لنا نسب مريم كويس العذراء مريم وأرجع البشير لؤى نسب المسيح إلى النسب الجسدي من خلال السيدة العذراء وقال أن يوسف هو ابن هالي وهالي ده يبقى والد مريم. فاطلق على يوسف اسم والد زوجته. و... وليه هل هل لما نقرا في متى نعرف انه يوسف هو ابن يعقوب، لكن في لوقا يقول لنا ان يوسف هو ابن هالي، وده والاثنين صح، ليه؟ لانه ال... ال ابو الزوجه يعتبر اب لزوج بنته، وفي اللغه اليونانيه لا يوجد زوج بنت لا يوجد تعبير يعبر به عن زوج البنت فيقول ان فلان زوج بنت فلان يعتبر ابن لي فينسبه على طول لحماه وعشان كده بنجد ان يوسف نسب الى هالي اللي هو يعتبر حماه والد مريم. من الاثنين من النسب يسوع في متى ومن نسب يسوع في لوقا بنعرف انه يسوع المسيح هو ابن داود من سبط من سبط يهوذا سواء كان هذا بالنسب الرسمي اللي هو ليوسف او بالنسب الجسدي الحقيقي لمريم العذراء بالرغم انه سلسلتين النسب فيهم بعض الاختلافات الا انه متى ولوقا الاثنين اتفقوا على حقائق مهمة جدا متعلقة بالتجسد ومتعلقة بالميلاد العذراوي من ضمن هذه الحقائق يقول لنا الكتاب أنه الاتنين بيذكروا أن مريم كانت مخطوبة ليوسف يعني مريم علاقتها بيوسف انها كانت مخطوبه يوم ما حدث هذا يوم ما اتى الملاك واخبرها بان الروح القدس يحل عليها وقوه العلي تظللها والمولود منها يدعى ابن الله. وبعدين الاثنين بيتفقوا على انه مريم كانت عذراء قبل ان يجتمع نفس العباره اتجمعت اتكررت في الاثنين قبل ان يجتمع انها وجدت عذراء للدرجه ان يوسف رجلها أنه لم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا لأنه بالنسبة له ده أمر كان يعني فوق ما يستطيع أن يتحمل لولا أن ملاك الرب ظهر له قال له يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم زوجة لك لأن الحبل به هو من الروح القدس وأنها ستلد ابنا وأنت يوسف هتدعوه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فحمل مريم بشخص يسوع المسيح لها كل المجد كان قبل أن يجتمع ودي حقيقة مهمة جدا في الميلاد العذراوي مريم وجدت حبلة من الروح القدس وفي متى وفي لوقا بيأكد لنا هذه الحقيقة أن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك اسم الابن المولود من مريم هو يسوع لما الملاك قال ليوسف كده انه وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم وده مؤكد في متى ومؤكد ايضا في انجيل لوقا الحقيقه رقم خمسه انه الابن المولود هو الفادي والمسيا الموعود هو الفادي والمسيا الموعود هو افتقاد الله لشعبه عشان كده قال انه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا ان الله اتى الينا الكلمه الازلي ابن الله الازلي كلمه الله فكر الله المعلن الذي يستطيع ان يعلن الله في كماله هو شخص يسوع المسيح اتى الينا هو المسيح الموعود يسوع ايضا هو شخص سماوي على فكره فكره انه انه الكنيسه وهنتكلم عن المواضيع دي لما ناتي الى حياه الرب يسوع في بعض التفاصيل انه الكنيسه جعلت المسيح اله الى اخره، هذه الامور ليس لها اساس من الصحه، فالوهيه المسيح مكتوب عنه هذه الامور في العهد القديم يعني يعني ازليه المسيح وشخصية المسيح السماوية ليست معلنة أو أعلنت في الكنيسة لكنها أعلنت أيضا في نبوات العهد القديم والمرة اللي فاتت تكلمنا عن النبوة اللي موجودة في ملاخي لما قال عن ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح انه فمنك تكلم عن مدينه بيت لحم فمنكي يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل وشفنا انه كلمه مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل انه انها بتكلم عن ازليه المسيح انه الابن الازلي الكلمه الازليه قبل ان يوجد الكون هو موجود مع الله هو واحد مع الله الآب عشان كده كمان في أشعياء وفي أصحاح تسعة من سفر أشعياء يكلمني أنه نعتبنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام إلى آخر هذه النبوات بتكلمني على أن المسيح اللي جاي ليس مجرد إنسان بل هو أسمى وأعلى من كونه إنسانا ولد يسوع في بيت لحم متى بيقول لي كده ان يسوع ولد في بيت لحم ولوقا بيقول لي ايضا هذه الحقيقة ان يسوع ولد في بيت لحم يوسف لم يعرف مريم حتى ولدت ابنها يسوع المسيح هذه الحقائق مهمة جدا واحنا بنتكلم عن ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح لكن حلقة النهاردة هتكلم فيها أكثر عن بعض الامور الهامة وهي معنى التجسد والميلاد العذراوي. ماذا يعني التجسد وماذا يعني الميلاد العذراوي؟ الجزء ده لما نتكلم عنه التجسد معناه ايه؟ اذا حبيت اني احط التعريف للتجسد يا ترى ما هو هذا التعريف؟ التجسد هو ان الابن الازلي يسوع المسيح ايه؟ يسوع المسيح لم تكن بدايته بالتجسد. لكن يسوع المسيح وجوده هو ازلي، قبل ان توجد يبدا يبدا البدء كان يسوع موجودا، في البدء بمعنى انه قبل ان يكون البدء كان الكلمه موجودا والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، يبقى الابن الازلي كلمه الله يسوع المسيح اتخذ طبيعة بشرية اتخذ طبيعة بشرية من خلال ميلاده من مريم العذراء وبالرغم من اتخاذه للطبيعة البشرية إلا أنه مازال الابن الأزلي كلمة الأزلي ابن الله الأزلي الذي لم تتغير شخصيته ولم تتغير صفاته ولم تتغير طبيعته هو أخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس لكنه هو ايضا الله الكلمه الذي صار جسدا معنى ايضا التجسد انه زي ما قلت الكلمه الله اللوجس عقل الله حل في احشاء العذراء كلمه الله حل في احشاء العذراء ومن خلال العذراء من خلال العذراء اخذ ابن الله الطبيعه البشريه الكامله، فهو هو ابن الله هو الكلمه الازلي هو الابن الازلي لكنه من خلال احشاء مريم العذراء اخذ طبيعه بشريه كامله فصار انسانا كاملا لكنه بلا خطيه. في احشاء العذراء حل الله الكلمه واتحد ببذره الحياه. اتحاد تام وكامل ففيه في المسيح يسوع قال الرسول بولس يحل كل ملء اللاهوت جسديا كل ملء اللاهوت جسديا في كلوسي اصحاح 2 وفي عدد 9 اتنقل الى امر اخر وهو بعض الامور النيجاتيف او التجسد قلنا ان التجسد معناه ايه لكن كمان حلو قوي ان احنا نقول التجسد ليس معناه ايه لانه اوقات كثيره التجسد لانه هو سر عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فمهما كانت عقولنا عقولنا البشريه لا نستطيع ان نستوعب ابعاد هذا الاعلان الالهي ان الله هو اللي اعلن هذا لنا احنا مجرد ان احنا بنعلن ما اعلنه الله لنا لكنه هو سر هو سر لا يتعارض مع العقل لكنه يفوق عقولنا ويفوق ايضا ادراكنا كبشر. التجسد ليس معناه ان الله تحول الى انسان. ده ليس الايمان المسيحي انه الله لم يتحول الى انسان بالتجسد. فالكلمه لم يتحول الى انسان، لكنه ظل كلمه الله، ظل الابن الازلي، ظل فيه كل ملء اللاهوت، لكنه ايضا هو انسان كامل. عشان كده التحول تحول الله الى انسان ليس مفهوم المسيحيه عن التجسد والتجسد ليس معناه ان انسانا صار الله بمعنى انه مش المسيح يسوع كان انسان ونبي رائع ولانه عاش حياه حلوه، ولانه كان بيصنع معجزات، ولانه كان بيجول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس، ولانه كان انسان تقي، فالله تبناه ورفعه من انه يكون انسان الا انه اعطاه مكانه اخرى اعلى وانه جعله الها، ليس هذا هو التعليم المسيحي عن يعني التجسد، التجسد ليس معناه ان الله تحول الى انسان والتجسد ليس معناه ان انسانا صار الله، لكن التجسد ان الكلمه صار جسدا وحل بيننا عاش بنا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء حقا نعمه وحقا. عشان كده يقول لنا يوحنا أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا الكلمة صار فهو مازال الكلمة ملء اللاهوت صار جسدا أخذ طبيعة إنسانية كاملة إنسان كامل بلا خطية وحل بيننا نصب خمته وأتى إلينا وعاش في أرضنا عشان كده بولس الرسول ايضا يقول لنا في تيموساوس الاولى اصحاح ثلاثه وفي عدد 16 16 وبالاجماع عظيم هو سر فالتجسد سر هو سر الهي. التجسد سر الهي، عظيم هو سر التقوى. الله الله ظهر في الجسد، الله اتى الينا في شخص يسوع المسيح، عشان كده الله معنا عمانوئيل الله معنا لكن يجي سؤال ليه التجسد؟ ليه الامور بهذا السمو؟ وليه هي سر؟ وليه يعني لماذا التجسد؟ ما هي حتميه التجسد؟ لماذا التجسد؟ لماذا الكلمه كان له ان كان لابد له ان ياتي الينا؟ ويصير انسان مثلنا ويعيش فيما بيننا، لماذا التجسد؟ ده سؤال مهم جدا، واعتقد انه ده سؤال جوهر الايمان المسيحي، بمعنى انه حياتنا كمؤمنين وابديتنا بتعتمد على ايماننا في مين هو يسوع المسيح وما الذي صنعه يسوع المسيح من خلال تجسده ومن خلال حياته على الارض. عشان كده يقول الرب يسوع له كل المجد يقول ايه لان ابن الانسان ايضا لم ياتي ليخدم هو ما جاش عشان يقعد والناس تخدمه هو ما عشان يقعد والناس تقدم له السجود والطاعه والعباده لم يكن هذا هو غرض مجيئه طب ليه جاء يقول كده اما بل غرض مجيئه انه هو يخدم يخدم الناس ويبذل نفسه فدية عن كثيرين، هو ما جاش لكي ما يخدم، هو جاء لكي يخدم، وجاء لكي ما يبذل نفسه فدية عن كثيرين، وعشان كده لما بنشوف ونقرا في الأنجيل عن حياة الرب يسوع المسيح، احنا بنقف قدام شخص لا يوجد مثيل له ولم يستطيع احد ان يرتقي الى هذا المستوى من البذل والعطاء في كل تاريخ البشريه كما فعل يسوع المسيح هو انه كان يقول يصنع خيرا كم من مرضى شفاهم كم من موتى اقامهم كم من عمي اعطاهم البصر كم من خطاء غفر خطاياهم كم من مساكين بشرهم بملكوت الله يسوع المسيح حيثما كان يذهب كان يقول يصنع خيرا في كل مكان كان يدخله في كل مدينه كان يذهب اليها في كل بيت كان ياتي اليه في كل لقاء كان يتقابل فيه مع اشخاص كان هذا العطاء وهذا البذل وهذا الحب الذي يفيض منه باستمرار دون توقف هو وهذا البذل اكتمل او هذا العطاء اكتمل عندما اعطى نفسه احبائي إن كنا بنقول أن الله محبة. إن كنا بنقول أن الله محبة وهو كذلك فما هي عظمة أو أعظم عطاء ممكن أن تقدمه المحبة؟ هل المحبة تقدم كلام؟ هل المحبة تقدم مجرد عبارات جوفاء؟ أم أنه أعظم تعبير عن المحبة أن شخص يضع نفسه من أجل الآخرين؟ وهذا ما صنع يسوع إنه وضع نفسه من أجل كثيرين فدية فدية عن كثيرين زي ما يقول هنا في إنجيل مرقس وعدد أصحاح عشرة وعدد خمسة واربعين أن الرب يسوع جاء لكي يخدم لكي يبذل لكي يفدي هو جاء عشان كده وكان لابد أن يأتي لهذا السبب الحاجه الثانيه لماذا التجسد لماذا التجسد انا بجيب ايات من الكتاب بتوضح لنا هذه الحقائق يقول هنا ولما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي زي ما قلنا انه يبذل نفسه فديه عن كثيرين هنا ده كلام الرب يسوع في لوقا لما قال عن نفسه يبذل نفسه فديه عن كثيرين هنا بولس الرسول يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني يبقى هو بيفتدي بيفتدي دول لكن في نفس الوقت الغرض من الفداء هو ايه ننال التبني انه غرض عمل يسوع المسيح مش بس انه يغفر خطايانا مش بس انه يفدينا مش بس انه يعطينا حياه ابديه لكن الغرض الاسمى انه نحن البعيدين الاموات بالذنوب والخطايا نصير ابناء له عشان كده بيقول لنا في انجيل يوحنا وفي اصحاح واحد وفي عدد 12 واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله هنا ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني لكن كمان حتمية التجسد في آية جميلة أخرى موجودة في رسالة العبرانيين بيقول لنا إيه بيقول لنا فاس قد تشارك الأولاد في اللحم إنه كل الجنس البشري بيشترك فيه بيشترك فيه إنه بشر إنهم من لحم ومن دم اشترك هو أيضا كذلك فيهما إنه يسوع المسيح الكلمة الأذلي اشترك انه صار انسان مثلنا الكلمه صار جسدا. لكن ليه الكلمه صار جسد؟ يقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. انه الرب يسوع اتى الينا لكي ما بموته يبيد ذاك الذي له سلطان الموت. انه بموته يحمل عقاب الخطيه لان اجره الخطيه موت وبالتالي عندما يرفع الرب يسوع على الصليب نيابه عنا ويموت على الصليب نيابه عنا فهو يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس وبالتالي النتيجه انه يعتق انه نتحرر انه نتحرر ما نبقاش عبيد للخطيه ما نبقاش عبيد لابليس نحن نحن عبيد للاشياء التي نفعلها نحن نحن عبيد لمن يمتلكنا فبالتالي إن كان إبليس هو اللي بيمتلكنا والخطية هي اللي بتمتلكنا فنحن عبيد إذا كان الإنسان بيفعل الخطية فهو عبد الخطية إن من يفعل الخطية فهو عبد للخطية والمسيح جاء لكيما ما يعتق لكي ما يحرر عشان كده كثيرين بيقبلوا المسيح يسوع بيختبروا التحرر الحرية إنه إنه بحرية من الخطية حرية من الموت حرية أيضا من عقاب الخطية والذي هو الموت يقول كده أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخواته في كل شيء ما كانش ينفع أن المسيح يأتي في صورة ملاك لانه لابد ان ينوب عن البشر ويكون ممثل عن البشر لابد ان ينوب عني يكون انسان مثلي لكي ما يكفر عن خطاياي من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنه امينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين بالتجسد بالتجسد الرب يسوع مر في كل الالام التي نمر فيها نحن كبشر ولاجل هذا هو يفهم الامنا هو يعرف احتياجاتنا هو يستطيع ان يشعر بما نشعر به هو ليس ساكنا من السماء منفصل عنا لا نعرف عنه شيء وكل ما يقدمه لنا هو أوامر وكل العلاقة اللي بيننا هي علاقة خوف ورعب وقلق و... 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 لكنه هو صار إنسانا عايش فيما بيننا هو يعرف معنى التعب الحزن هو يعرف معنى الخيانة هو يعرف معنى التشرد إنه, أنه يترك المدينة بتاعته ويكون لاجئا هو يعرف كل هذه المشاعر هو عاش فيها هو تألم مثلنا مجربا ولأجل هذا يستطيع أن يعين المجربين يستطيع أن يعين المجربين حاجة أخرى حطها عن حتمية التجسد وأنا حطها في الرسمة دي وهي الآية اللي فاتت بالضبط اللي هي في عبرانيين أصحاح 2 أن المسيح صار إنسان لكي ما يعلن لنا الله من فينا يستطيع أن يعرف الله؟ من فينا؟ اللي نعرفه عن الله حتى من خلال الإعلانات لو قلنا أن الله بيعلن نفسه بالكلام من خلال الأنبياء إحنا كل معرفتنا عن الله هي معرفة نظرية نعرف الله نظريا نعرف عنه نعرف انه جبار انه مثلا نعرف انه رحيم نعرف انه شفوق هو هو قال عن نفسه كده لكن ايه اللي ياكد لي انه اللي قاله عن نفسه صح اللي ياكد لي انه فعلا ان ربنا رحيم اللي ياكد لي انه فعلا ربنا محب اللي ياكد لي فعلا انه ربنا قريب مننا انه بالتجسد بالتجسد التجسد هو الاعلان الحقيقي عن طبيعه الله وعن صفات الله، عشان كده الرب يسوع قال انه من رآني رأى الله. من رآني رأى الاب. انه انا والاب واحد، انه حيثما كان يسوع يجول ويصنع خيرا كان الله يعلن من خلاله، كان الله بجلاله يكون امام الناس وبقرب الناس. الله لا يستطيع احد ان يراه ويعيش، طب ازاي الانسان يقترب لله؟ الله نفسه اقترب الينا. انا ما اقدرش اتقرب اليه، لكن هو اتقرب الي، عشان كده التجسد مهم جدا لانه اعلان حقيقي عن شخص الله، ليعلن لنا الله. لكن الحاجه الثانيه عن التجسد حتميته انه ليكون ذبيحه نيابه عنا المسيح أتى لكي ما يكون نائبا عن البشر لكي ما يحمل خطاياهم وده اللي قاله النبوة في أشعياء قديما أن كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثما جميعنا هو قال كده ولما حتى تولد الملاك قال كده أنه هتسميه يسوع ليه يسوع لأنه اسم يسوع الاسم نفسه بيعني الله يخلص لانه يخلص شعبه من خطاياهم. لم يولد المسيح لكيما يكون ثوره ثروه ولم يولد المسيح لكيما يكون قائد جيش عظيم يفتح البلاد ولم يولد المسيح لكيما يستعبد الناس ولكيما يكون من خلال القتل والذبح بيستعبد الناس ويمتلك على حياه الناس، لكن المسيح اتى لكيما يموت، لكيما يرفع على الصليب عشان كده نجد دايما انه يقول الكتاب انه ثبت وجهه نحو اورشليم ده الغرض ده الغرض انه اتى لكي ما يكون فداء لنا ذبيحه لنا اتى لكي ما يكون رئيس كهنه ازاي تعرف ان ربنا فعلا اللي انت بتعبده محب اديني دليل واحد على محبه الله ازاي تعرف ان ربنا اللي انت بتعبده فعلا غفور اديني دليل واحد على غفرانه ازاي تعرف انه ربنا اللي انت بتعبده قريب منك اديني دليل واحد على انه قريب منك التجسد التجسد اعلن ليا ان الله عمانوئيل الله معنا التجسد ايضا اعلن ليا ان الله بيعرف بيعرف الامي ومر في الامي مر في الامي خلينا اشبهها ب بمثل يمكن كل الامثال او التشبيهات يعني ما بتبقاش تشبيهات كامله يعني ما بتبقاش تشبيهات فيها كل العناصر لكنه يمكن تشبيه بسيط. ممكن اكون دكتور تخصص مرض السرطان اعرف كل جزئيه عن مرض السرطان. أعرف كل الخلايا اللي بتتكون أعرف كل أجزاء كل اللي بيحصل أعرفها أعرفها من ناحية النظرية أعرفها كلها لكني لما أمرض بعرف المرض وبعرف السرطان عن طريق الاختبار فبقدر مش بس ان انا اكون دكتور عارف كل شيء عن مرض السرطان لكني بعرف ايضا ان المريض اللي جاي لي ده بيشعر ازاي المريض اللي جاي لي ده ايه الالام اللي عنده لان انا مريت فيها قبلها انا مريت في نفس الالام في نفس المعاناة فالمسيح يسوع مر في معاناتنا وفي ألمنا مثلنا لكنه بلا خطيه الشيء الوحيد اللي فصل يسوع المسيح عن بقية البشر انه كان بلا خطيه ليكون ايضا لنا مثالا احنا عايزين مثال نقدر نتابعه انت بتتبع مين انت بتتبع شخص محب شخص اعطى نفسه شخص علم تعاليم عظيمة سامية شخص كان يقول يصنع خيرا أم انت بتتبع, بتتبع شخص عاش حياته بالسيف واعتبر السيف هو رحمة للبشر هل بتتبع شخص فعلا حياته حياته مثال ليك فبالتالي اي خطيه بتعملها انت بتقول انا بعملها لانه القائد بتاعي او الـ 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 الزعيم بتاعي كان بيعملها او الرجل الدين بتاعي كان بيعملها او النبي بتاعي كان بيعملها احنا احبائي قدامنا يسوع المسيح اعظم شخصيه عاشت على هذه الارض وهو مثال لنا هو اللي علمنا كيف نحب هو اللي علمنا كيف نغفر هو اللي علمنا كيف, اللي علمنا كيف نعطي هو اللي علمنا كيف نبذل هو اللي علمنا كيف نصلي من اجل الذين يسيئون الينا هو اللي علمنا حياه القداسه النصر على الخطيه هو اللي علمنا ايضا ازاي تقدر تعيش في عالم ملوث لكن في نفس الوقت تعيش في حياه القداسه والبر هو علمنا كل هذا هو ترك لنا مثالا عشان نقدر ننظر اليه ونتبع اثر خطواته ده بالنسبه لموضوع التجسد أتمنى أنه الموضوع ده أنا يعني عارف أنه موضوع مهم جدا في إيماننا المسيح لكن كمان يمكن موضوع بيمثل آه تحدي آه للمشاهدين وانه في اسئله كثيره واوقات كثيره بنقول انه اللي ما اقدرش اقبله بعقلي انا ارفضه لكن احبائي لو احنا بنرف بنقبل بس ما يتماشى مع عقولنا يبقى احنا بنصنع اله بحسب افكارنا وبحسب عقولنا الاله الذي يدخل عقلي بكل ما فيه من صفات وبكل ما فيه من كمال وبكل ما فيه من اعمال عظيمه يبقى اله صنع الانسان وليس الاله الحقيقي لكن الهي اعظم مني هو اعظم من تفكيري هو يسمو فوق تفكيري هو طرق ترؤ غير طرقي هو عظيم هو فكره غير افكاري عشان كده احنا بنقف قدام هذا التجسد العظيم ونقول انه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طيب اجي لنقطه مهمه اخرى انه التجسد كان للوسيله اللي اللي تم بيها انه الكلمه صار جسدا لكن ازاي الكلمه صار جسدا ده من خلال الميلاد العذراوي وده موضوع ايضا مهم جدا واتمنى انه يعني اقدر انه اوضح فكره فكره الايمان وحقيقه الايمان بالميلاد العذراوي واهميه الايمان بالميلاد العذراوي الميلاد العذراوي هو المعجزة العظيمة هو معجزة بكل المقاييس بكل المقاييس هو دخول عجيب جدا لشخص إلى العالم هو الوسيلة التي دخل بها شخص ربنا يسوع المسيح إلى العالم الابن الأزلي دخل إلى العالم من خلال دخول عجيب وهو من خلال الميلاد العذراوي هو الوسيله التي بها دخل المسيح الى العالم. طيب لكن الميلاد العذراوي ايضا هو ولاده يسوع كانت ولاده طبيعيه، يعني الرب يسوع اتولد بطريقه طبيعيه بمعنى ايه؟ بمعنى انه الحمل كان طبيعي والولاده الدليفري بتاعته كانت طبيعيه. لكن الحمل به في رحم العذراء كان غير طبيعي، فوق طبيعي. يعني مراحل اللي مر بيها التسع شهور و وانه يبقى في رحم العذراء وانه يولد بطريقه طبيعيه ده امر كان طبيعي لكنه البدايه بتاعته انه الحمل نفسه كان بطريقه فوق طبيعيه. ان العذراء تحبل وتلد، ان العذراء تحبل ويكون في بطنها ابن بدون أن يكون هناك تدخل من أي نوع أو من أي شخص من البشر إنه عمل الروح القدس بدون أب بشري ده الميلاد العذراوي الميلاد العذراوي أيضا لما الرب قال يوسف يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك ليه؟ لأن لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس يبقى هنا بنشوف أنه الحمل ها؟ تم من خلال إيه؟ من خلال عمل الروح القدس عمل الروح القدس فهو ملء اللاهوت اللي اتحد ببذرة الحياة في مريم بالإنسان فصار يسوع الإنسان الكامل والإله الكامل فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا؟ عند مريم نفسها استعجبت لما الملاك قال لها أن أنت هتحبلي وتلدي ابنا قالت له كيف يكون هذا؟ عمرها ما حصلت وما سمعناش عنها كيف يكون هذا؟ وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها ان الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تضللك فلذلك ايضا خلوا بالكم القدوس مش قدوس ده القدوس والقدوس هنا هو هو صفه واسم الله وحده الذي لا يعطي لاخر فالقدوس المولود منك الابن الازلي المولود منك كلمه الله اللوجس المولود منك يدعى ابن الله هو هو ده طبيعته هي دي طبيعته ان هو ابن الله انت مش هتولدي انسان عادي زي بقيه الناس انت تولدي او هياتي منك يا مريم ابن الله الكلمه الازلي هيخرج من احشائك لكن ليه الميلاد العذراوي مهم ايه هي اهميته يعني ما ربنا يستطيع ان يفعل كل شيء وممكن كان الكلمة يأتي يعني بطريقة بأخرى لكن ايه اهمية الميلاد العذراوي ليه ليه هذه الاهمية في الايمان المسيح اعتقد هناك اهمية كبرى للايمان بالميلاد العذراوي وانا هذكر بعض الحقائق المرتبطه بالميلاد العزراوي واهميه الميلاد العزراوي الميلاد العزراوي اول حاجه بياكدها بيؤكد طبيعه المسيح وصفاته الفوق الطبيعيه التي نراها في الاناجيل المسيح القدوس الذي يشبع الجموع يقيم الموتى يشفي المرضى يخرج الشياطين احبائي احنا لما نقرا الاناجيل إحنا بنتقابل مع شخص فوق الطبيعي. لا يوجد مثله. لا يوجد مثله. تراه نائما في مؤخرة السفينة. لكنه يقوم وينتهر البحر والريح فيسكت. يسكت. عنده سلطان على الطبيعة، عنده سلطان على البحر والريح. شخص عندما يأتي إليه إنسان خاطي. يقول له مغفورة لك خطاياك لك أقول قم فيقوم شخص عندما يقف قدام قبر العاذر يقول له هلم خارجا شخص بيصنع المعجزات بطريقة عجيبة ملهاش مثيل حتى في العهد القديم لا أليشع ولا غيره صنع معجزات، كل أنبياء الله اللي في العهد القديم كانوا يصنعون المعجزات بقوة الله، فأليشع كان يصلي ويطلب للرب ويقول له يا رب من فضلك أرسل روح الصبي إلى إلى جسده ويصلي ويتضرع على الله لكي ما يقيم هذا الصبي. لكن يسوع المسيح يشوف نعش ابن الأرملة فيقيم ويرجعه الى امه يروح عند قبر العاذر يقول العاذر لك اقول يقول لابن الارملة لك اقول قم ويقول العاذر هلوم ايه هلوم خارجا بقوة ذاته بقوة ذاته بقوة ذاته, ذاته يصنع هذا فالميلاد العذراء بيقول لي انه في هذا الشخص اللي عاش من الفين سنة هو شخص غير بقيه البشر هو مثلنا في كل شيء هو مثلنا في كل شيء لكنه ليس مثلنا في حياته واعماله وتعاليمه وسلطانه وقدسته وسلطانه على الريح والبحر والطبيعه والشياطين والارواح الشريره وسلطانه على المرض وسلطانه على الموت كل هذه الامور فالميلاد العذراوي بيؤكد لي طبيعه المسيح وصفاته الفوق طبيعيه حاجه الثانيه ان الميلاد العزراوي بيؤكد ان الخلاص هو بنعمه الله فقط انه بدون تدخل بشر ما فيش اي تدخل البشر انه الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك ومريم تقول له هوذا انا امه الرب اللي يكون ليك قولك بمعنى انه الله هو اللي خد المبادره الله هو اللي صنع الفداء مش الانسان هو اللي صنع الفداء فالفداء جاء من خارج الانسان الانسان لا يستطيع ان يخلص نفسه والفادي اتى من خارج البشر لان البشر لا يستطيع ان ينتجوا فادي او مخلص اهميه الميلاد العذراوي ايضا هو علامه على دينونه الله للطبيعه البشريه الطبيعة البشرية التي سقطت. الطبيعة البشرية الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فهذه الطبيعة البشرية الفاسدة تحتاج إلى مخلص. ولا يمكن أن تنتج واحد. فكل الذين ولدوا من آدم، ولدوا على شبه آدم. شوفوا حتى أنبياء العهد القديم لا يوجد فيهم الكمال فكل واحد فيهم ذكر الكتاب انه غير كامل ربنا استخدمهم اه لكنه لم يكونوا كاملين الوحيد الكامل هو يسوع المسيح البشر لا يستطيعوا ان ينتجوا فادي البشريه فسدت الخطيه لوثت كل شيء في الجنس البشري فلا بد ان ياتي الفادي من خارج نسل ادم الطبيعه البشريه الخاطئه لا تمتلك القدره على انتاج شخص قدوس وبار كيسوع المسيح اهميه الميلاد العذراوي ايضا الميلاد العذراوي هو اعلان وعلامه على ان مرحله جديده قد بدات مرحله جديده على فكره لما نقرا العهد القديم ونعرف انه دايما حتى ولاده الولادة اللي بتبقى فيها تدخل إلهي بتعلن عن بداية جديدة يعني يعني ولادة موسى هي إعلان لبداية جديدة ولادة شمشون هي إعلان لبداية جديدة ولادة حتى إسحاق هي إعلان لبدايه جديده والولادات دي كلها كان فيها تدخل الله سواء مع ابراهيم انه اعطى له ابن في شيخوخته سواء مع شمشون ايضا انه الرب اعطاه بهذه الطريقه الوالديه سواء ايضا مع موسى انه هذا الطفل اللي ولد لكن ربنا حماه وحافظ عليه ودخل الى بيت فرعون وتربى في بيت فرعون كلها دي بتعلن عن بدايه جديده فلما ياتي المسيح من عذراء هو اعلان لليهود علامة لليهود على أن هناك مرحلة جديدة قد بدأت هناك الله افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه هذا البداية الجديدة فهمها زكريا أبو يوحنا المعمدان لما يقول مبارك الله أبو ربنا أبو مبارك الرب إله إسرائيل سوري لأنه افتقد شعبه زار شعبه بداية جديدة، فالمسيح ليس امتداد من ليس امتداد وليس من نتاج القديم. المسيح هو ادم الاخير، هو مش من نسل ادم الاول. هو ما بيتبعش ادم الاول الذي سقط. لانه الجميع في ادم سقطوا. الجميع في ادم صار عليهم حكم الموت. لكن يسوع المسيح هو ادم الاخير. هو ادم جديد. ملهوش علاقة بادم الاول لان كل ابناء ادم الاول اتوا على شبه ادم. فولد ادم ابنا على شبهه. هنا يقول لنا ايه؟ انه الرب يسوع هو ليس امتداد لادم القديم. انه من خلاله يدخل الله إلى التاريخ البشري. هو إعلان لبداية جديدة. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا وده اللي قاله بالضبط أحبائي كاتب رسالة العبرانيين لما يقول لنا في أصحاح واحد أن الله بعدما كلم الآباء قديما بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في ابنه بداية جديدة. بداية جديدة والعهد القديم كله كان عبارة عن رموز وعن ظل للجديد ظل للجديد حتى الرب يسوع قال انه هذا هو العهد الجديد بدمي في عهد جديد في شخص جديد في بداية جديدة الميلاد العذراوي بيؤكد لنا ان المسيح ولد بعيدا عن ادم ولم يكن له علاقة بادم القديم من قريب او من بعيد فآدم أنجب أولادا على شبهه أما المسيح مع كونه إنسانا كاملا إلا أنه ولد منفصلا عن خطية آدم دي نقطة حلوة نقطة مهمة جدا ليه لأن المسيح ولد منفصلا عن خطية آدم هو لم يولد في الخطية كما نولد نحن أبناء آدم في الخطية بالميلاد العذراوي ولد المسيح خارج دائرة آدم ليس من أبناء آدم هو لم يكن على شبه آدم مش كده لما يقولنا لنا أحبائي الكتاب المقدس ويكلمنا عن آدم الأول وآدم الأخير لما يكلمني الرسول في رسالة روميا ويكلمني عن إزاي أن الموت دخل آه بادم لكن الحياه اتت بالمسيح يسوع. يقول في روميه خمسة وفي عدد 12: من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت، وفعلا ده دخل ان اجره الخطيه هي موت. فبالخطيه دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه دخل الموت. وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. فانه حتى الناموس كانت الخطيه في العالم. على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس وبعدين يكمل بقية الجزء ده ويقول لنا حاجة جميلة جدا في عدد 18 يقول لنا إيه فإذ كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرين كثيرون أبرار ده الرب يسوع إنه زي ما بخطية آدم صار الكل خطاة أيضا ببر المسيح وبقداسة المسيح وبعمل المسيح كل من يتحد بالمسيح يحسب له بر المسيح برا نقطة أخرى زي ما قلت إن المسيح ولد من عذراء بدون رجل ليكون بدون ذنب آدم الذي أنجب أبناء الذي أنجب أبناء كشبيه، هو بعيد عن هذا الذنب، هو لم يحمل لم يحمل ها آه، آه، الذنب والجلد بتاع آدم، هو أتى لكي ما يحملهم طوعًا لكنه ليس موضوع عليه بسبب الخطية، هو أتى لكي ما يحمل ذنب خطية آدم ونسل ادم على الصليب هو القدوس البار الذي لم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش يسوع المسيح ده اهميه التجسد واهميه الميلاد العذراوي انه احنا امام حقيقه تاريخيه لكننا ايضا امام حقيقه فدائيه انه الله في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم. وانا الجزء ده احبائي فعلا يعني شو قلبي ان احنا نفهمه و و و و وندرسه كويس قوي لانه بدون الايمان بالتجسد وبدون الايمان بالميلاد العذراوي ما يبقاش لينا حياه وخلاص وفداء. زي ما زي ما زي ما مهم قوي ان احنا نؤمن بالمسيح يسوع الذي مات من اجل خطايانا يعني مهم او ايضا نؤمن ان لماذا اتى المسيح يسوع ولماذا تجسد وكيف دخل الى الى العالم الحقيقه دي احبائي مهمه جدا والحقيقه دي اتكلم عنها متى بكل وضوح واتكلم عنها لوقا بكل وضوح وايضا ذكرت في العهد الجديد اكثر من مره انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس وانه بيكلمني كتير مقدس عن انه ازاي يسوع المسيح اتى لكيما يبذل نفسه لكيما يعطي نفسه يخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين. جزء مهم في التجسد والميلاد العذراوي أنه أنا كإنسان أؤمن أن المسيح يسوع صنع كل هذا من أجلي أنا من أجلي أنا أنه أخذ هذه الطبيعة البشرية ودخل إلى العالم علشاني أنا كإنسان لكي ما يكون لي حياة بالإيمان به بالإيمان بخلاصه بالإيمان بعمله العجيب الذي صنعه من أجلي أحبائي إحنا بنقف قدام شخصية المسيح وبنقول زي ما قال سي إس لوس قدام هذه الشخصية العجيبة اللي دخلت العالم وعاش في العالم وعلم كما علم وعمل معجزات كما نقرأ في الأناجيل وكان يقول يصنع خيرا قدام هذه الشخصية العجيبة لا نجد امامنا الا عدة اختيارات. اما ان يكون المسيح كما يقدم نفسه هنا في الاناجيل اما ان يكون كذاب في كل ما قال. في كل ما قال عن نفسه ممكن نقول ان كل اللي قاله عن نفسه كذب. لكن هل يوجد في كل التاريخ البشري انسان عاش بقداسة وبر كما عاش يسوع المسيح وبالتالي لا نستطيع أبدا أو لا يستطيع آه هذا القول أن يثبت ليه؟ أمام قداسة هذا الشخص يسقط الإدعاء بأنه ممكن يكون المسيح في كل ما قال كان يكسب حاجة تانية ممكن يكون المسيح زي ما قال سي اس مجنون وحاشا للمسيح أن يكون هكذا إنه عنده تخيلات عن نفسه غير حقيقية. في ناس كده بتعيش جنون العظمة مثلا. لكن مش ممكن أبدا لما ندرس شخصية المسيح ونقف أمام هذه الشخصية نقول إنه هذا الشخص كان مجنون، مش ممكن. لأنه قال حاجات وعمل حاجات ومارس سلطان وصنع معجزات لا يستطيع أحد ولم يستطع أحد في كل التاريخ إلى يومنا هذا أن يصنعها. وعلم بأشياء وقال أشياء لم يستطيع احد ان يرتقي الى مستواه حتى في التعليم يبقى ما ينفعش ان يكون كذاب وما ينفعش يكون ايه مجنون الافتراض الثالث اللي طرحه سي اس لويس هو ان يكون المسيح فعلا حقيقي في كل ما قال هو فعلا ابن الله الكلمه الازلي هو فعلا الله الذي صار انسانا هو فعلا كما قال عن نفسه قبل ان يكون ابراهيم انا كان. هو فعلا قال انا والاب واحد. هو فعلا هذا الشخص في كل ما قال وفي كل ما عمل وفي كل ما صنع وفي كل ما علم كان شخص حقيقي. كان شخص حقيقي. وهذا هي الخاتمه اللي حابب اختم بيها كيف ترى يسوع المسيح؟ اقرا الاناجيل وتقابل معاه واسال نفسك من هو هذا الشخص من تقول عن هذا الشخص وماذا تقول عنه اصلي ان الرب يبارك حياتكم والى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم